أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول المؤولة من الأشاعرة وغيرهم أن معاني صفة اليد معلومة في اللغة. لا اسمع. يقول أحسن الله. أرفع صوتي. يقول أحسن الله إليكم: يقول المؤولة من الأشاعرة وغيرهم أن معاني صفة اليد معلومة في اللغة، وهي في الفهارس والمعاجم تدور كلها على معنى الجارحة، لذا وجب تأويلها، وهكذا قولهم في باقي الصفات كالساق وغيره، فكيف يرد عليهم؟ نعم، هو تدل على اليد الحقيقية. جميع معاجم اللغة والكتب اللي تقول كلها تدل على أن اليد هي اليد الحقيقية، هي بالنسبة للمخلوق وبالنسبة للخالق، لكن يد الخالق غير يد المخلوق. يد الخالق تليق به ويد المخلوق تليق به، وإن اشتركت في الاسم والمعنى لكن تختلف في الكيفية. هذه هي القاعدة الواضحة. نعم.